صباح الخير يا عفا. صباح الخير هايدي، كيفك لليوم؟ تمام الحمد لله. صباح الخير لكل مشاهدي الأخبارية السورية من وين ما كنتوا عم تتابعونا بيوم جديد وصباح جديد، وأكيد دايما أمنياتنا لكم بالصحة والسلامة، وإن شاء الله يومكم هيك كله أمل ورضا وراحة بال، لنقدر نستمر بالحياة رغم كل الضغوطات ورغم كل الظروف الصعبة. أكيد مشوارنا الصباحي دايما بيترافق معكم لمدة ساعة ونص من الوقت بالعديد من الفقرات المنوعة والضيوف المنوعين، وأكيد باقة من التقارير بمحافظتنا السورية. قبل ما نتعرف عليهم خليني أرجع لعندك يا عفا. أنا حملت لكم اليوم باقة من الأخبار الحلوة والطاقة الإيجابية إن شاء الله يا رب، هيك على طول منضل بهاي الطاقة رغم البرد ورغم الجو الكئيب شوي، بس أنا بحس حالي سعادتي هون. وبدي أتمنى لكم، أكيد يمكن في كتير عالم بردانة هلأ وعم تتمنى الدفا، بدي أتمنى لكم كل الدفا وكل حلو ممكن إنه يعطي شوية طاقة ودفا. صباح الخير عن جديد ومرافقينكم بمحطاتنا الصباحية أكيد، ولكن بعد هالفاصل الصغير قبل ما نروح لأولى فقراتنا لليوم ونستقبل أولى ضيوفنا، خلونا نروح مباشرة لرزنامة التاريخ لنتعرف على أهم الأحداث اللي تشكلت بمثل هذا اليوم. خلونا نتابع. كل يوم تتولد أحداث جديدة وبتسجل برزنامة التاريخ وبتشكل ذاكرة بنسترجعها مع بداية كل صباح. اليوم 21 تشرين الثاني، خلونا نتعرف على أبرز هي الأحداث. بمثل هاليوم من عام 1248، سقوط مدينة إشبيلية كبرى الحواضر الأندلسية في يد ملك مملكة قشتالة فرناندو الثالث. بعام 1877، توماس إديسون يخترع آلة الفونوغراف. بعام 1995، التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية دايتون للسلام، والتي انتهى بموجبها الصراع المسلح الذي دار في البوسنة والهرسك بين عامي 1992 و1995. بعام 2008، مجلس الدوما الروسي يوافق على مد الفترة الرئاسية للرئيس من 4 سنوات إلى 6 سنوات. بعام 2013، اندلاع مظاهرات يورو ميدان في أوكرانيا اعتراضاً على تعليق الحكومة لتوقيع اتفاقية شراكة وتجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي. بتاريخ 21 تشرين الأول شهد على ولادة عدد من الشخصيات، ففي عام 1935 المطربة اللبنانية فيروز، كما شهد تاريخ 21 تشرين الثاني على وفاة عدد من الشخصيات، ففي عام 1935 الزعيم السوري وأحد أبرز مقاومي الاحتلال الفرنسي إبراهيم هنانو. كما يشهد تاريخ 21 تشرين الثاني على اليوم العالمي للتلفاز. صباح الخير عن جديد مشاهدينا، هايدي دائما الأستاذ رامي بحاول بفقرات صباحنا غير دائما يسلط الضوء على المواضيع المهمة واللي كمان عم تواكب الأحداث. اليوم رح نحكي عن الخط العربي اللي بيزين تفاصيل حياتنا وكمان بيوثق بحالة جمالية وفنية وعبارات بتدخل إلى الوجدان والقلب أيضا، فكيف إذا تجلت إبداعاته بإيدين عشقت هذا الخط وطرزت أيضا أحلى العبارات من نثر وشعر وتاريخ وأدب كمان يا هايدي؟ أكيد يا عفاف، يعني الخط العربي هو من أجمل وأرقى الفنون وأيضا من الفنون القديمة والتاريخية اللي تطورت عبر الزمن ولا زالت مستمرة ومحافظة على أساسياتها وقواعدها. أكيد هذا الفن الواسع اللي ما له عم يدخل بتفاصيل حياتنا من خلال عبارات وجمل وكلمات عم تترك انطباع كتير كبير. نتعرف اليوم على الخطاط أحمد سوار، عضو اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين وعضو لجنة فرع دمشق لجمعية مهندسي العمارة الداخلية. يسعد صباحك أستاذ، أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير أستاذ أحمد. صباح الوطن والمحبة والسلام إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك. يعني اليوم بلشينا صباحنا معك بفقرة من الإبداع والخط الجميل والجمال هات كلياته. اليوم
معنا مجموعة من الأعمال الفنية يلي جامعة بين الخط العربي والنثر والجمال كمان والإبداع بنفس الوقت. خلينا نحكي عن هاي الحالة للخط العربي اليوم. الخط العربي يعني أبو الفنون يعتبر ومعشوق الجميع، يعني ما في حدا ما بيحب الخط العربي طبعا، وهو تاج الفنون وممكن تكفيه لا حلقة ولا حلقات كثيرة. أكيد إحنا الحرف العربي هو مثل اللغة العربية، مثل لغة الكلام، له قدسيته، وهو حرف القرآن الكريم، يعني قدسيته بتتجلى، يعني كيف نحن إذا الخبز بنحترمه بنرفعه عن الأرض، كمان الحرف العربي نفس القدسية بياخدها. نحن الخط العربي منذ نشوء النهضة الإسلامية للعصور الأولى، بقى الإسلام شبه يعني بيبتعد عن رسم الأشخاص وعن الفن التشكيلي، بقى صب كل اهتمامه بالزخارف، بالعمارة، بالخط العربي، والخط العربي أخذ القسم الأكبر من التطوير. وبدا من مراحل الإسلامية الأولى يطوروا فيه، كان بسيط، تعددت أنواعه وتعددت حروفه. ونحن لما بنتعامل مع الحرف العربي نحن عم نتعامل مع رسم، يعني مثل اللي عم تعلم الرسم. الحرف العربي هو عبارة عن جسم، أقسام أقسام، يعني لازم بده يتعلمه، بده يتعلم يسموه تشريح الحرف. أنا لي تجربة يعني صار واسعة بتعليم الأطفال وعمل دورات، الخط العربي في ناس كثير بنوهموا إنه صعب تعلمه، هو ما في أسهل من تعلم الخط العربي إذا وجدت الرغبة، والرغبة تكون صادقة. في ناس كثير بيبقوا مثلا مثل ما تفضلنا وحضرتكم حكيتوا، يعني الخط العربي معشوق الجميع. أكيد. بس بدنا نكون صادقين لنتعلمه، متى ما وجدت هالرغبه بصير بسرعه بيتعلمه الواحد، بالاضافه انه يكون في استاذ يلقنه الاشكال الصحيحه والقواعد السليمه. اكيد. تفضل. الخط العربي مثل اللغه العربيه له قواعد، يعني ما هو مثل الرسم يولد مع المولود موهبة، لا، بده صقل، بده دراسة أكاديمية، ما أن في تشريح للحرف، وخاصة بعد ما مر مراحل تطوره صار في أنواع خطوط كثيرة، ممكن الواحد يبدأ يعني مثل الطبيب، شلون في الطبيب مثلا مختص باختصاص واحد أو عدة اختصاصات، وكذلك الخط العربي عدة خطوط. اللي بده يتعلم ببلش بالخطوط السهلة، بيتعلمها بالحروف السهلة، متى ما حفظ الحرف العربي ورسمه وقواعده بيدخل بقى مجال الإبداع والموهبة ورسم الحرف. نحن إذا بنرجع للمطورين الأوائل وللخطاطين هلا، إذا بنحط الحروف فوق بعضها بنلاقيها عم تطبق، هذا دليل على إنه القواعد واحدة ولازم يتعلمها الواحد. تمام، يعني قبل ما نتعرف أكثر على خبرتك وتجربتك الطويلة بهذا المجال، خلينا نحن نحكي عن القيمة التاريخية اللي عم يجسدها الخط العربي عبر العصور وتواجده أيضا بمختلف الإرث العربي والإسلامي. الخط العربي قسمين نحن بنعتبره. قسم هو الفن بحد ذاته، اللوحة، العمل المتكامل. وقسم الثاني هو الحاجة الحياتية، حاجة المجتمع للخط العربي. نحن مثل ما يعني العالم كلهم بيعرفوا هالأيام إنه في ضعف كبير لدى الجيل الجديد بالكتابة، الخط السيء، هذا نتيجة التقنيات الحديثة المتطورة، بتعد الجيل عن الكتابة، عن التمعن بالخط، جمالية الخط، ولذلك بنلاقي صار يعني نسبة كبيرة خطهم غير مقروء. وهذا يعني مثل موضوع الإنسان، مثلا ذوي العاهة اللي ما بيعرف يحكي، يعني إذا ما بيعرف يعبر ما بنستفيد منه بشيء، لازم الإنسان يكون بيعرف يعبر ويكون خطه جميل مشان ينقره. يعني إذا مثلا واحد خطه سيء ودخل على الامتحان والمصحح ما عرف شو كاتب، النتيجة صفر، يعني ما استفاد شيء. ولذلك يعني أبسط ما يتطلبه الجيل الجديد انه يكون خطه شوي مقروء شوي حلو. هذا بيعتمد على الاساتذه اللي هن عم يعلموه. بعد احنا لما بدنا نوصل للنتيجه مع الطلبه لازم نوصل للنتيجه اول شيء مع المعلمين، لازم نهيئ كادر مثقف ملم بامور الخط. كمان مثل ما قلنا لو خط الرقعه مثلا هذا بيقولوا هو اسهل خط لازم يتعلمه، لازم يعني كل استاذ خريج تربيه لازم يكون يعرف خط الرقعه على الاقل حروفه يحفظه. نحن حروف اللغة العربية 28 حرف. نحن لما بندرس الخط
مختزلين كلهم بخمسة حروف ستة حروف لأنه كلهم بيشبهوا بعض. مثل ما منقول مثلا حرف النون، حرف النون هو الكأس تبعه هو بحرف الصاد، بحرف السين، بحرف اللام. يعني أنا بكفي أتقن حرف واحد أتقنت الحروف كلهم، كأني عم بتعلم رسم تفاحة. في تفاحة حمراء، في تفاحة خضراء، تفاحة أكيد. أستاذ أحمد، عم نشوف ضمن أعمالك اليوم عنا بعض اللوحات، خلينا بس تعطيني من عندك نستعرض شوي منها. عم نشوف أنه للحالة الوطنية والوجدانية حضور كبير اليوم بلوحاتك من خلال القضية الفلسطينية، أو هون عنا الشام. خلينا نحكي أستاذ عن أهمية حضور القضية الفلسطينية اليوم ضمن لوحاتك، عم نشوف هلأ رح نستعرضها بعد شوي، وكمان للحالة الوطنية والوجدانية الموجودة. مثل ما قلنا نحن الخط باعتباره فن، هو سلاح مثل سلاح الرسم، مثل سلاح الشعر، الموسيقى، الغناء. بهيك مناسبة حزينة وأليمة يعني للي ما يتعرضوا له أهلنا بغزة، لازم كمان يأخذ دوره من قبل الخطاطين بعمل لوحات. الأعمال التشكيلية يعني الخطاط لما بيكون خطاط بس كلاسيكي بيكتب كتابات، ونحن مثل ما بنعرف اللوحة الخطية هي عبارة عن لوحة كتابة بالإضافة لمضمونة، إن كانت مثلا آيات من القرآن الكريم أو أبيات شعر. ولما بيكون الخطاط بنفس الوقت فنان تشكيلي ورسام وزواق بالألوان، بتطلع معه مثل هلا الحداثة صار في الفن التشكيلي والحروفيات. والحروفيات احنا اللوحه لما بيكون فيها حروفيات مثلا غير مقروءه عم يعتمدوا عليها انه يستخدموها بالازياء بالديكورات، اما لما بيكون كمان تحوي معنى وتحوي مضمون كمان هذا بيعطيه اهميه اكبر. بعد احنا يعني واجبنا هالايام عشان نرفع همم اخواننا بغزه كمان نقدم اعمال يعني لا تقل مثل ما حكينا عن الموسيقى عن الشعر، كمان واجبنا الوطني هذا تجاه أهلنا بغزة ونرفع أكيد. معنوياته. وعم نتابع عبر الشاشة العديد من أعمال حضرتك ونشاطاتك أيضا مع الأطفال. خلينا نحكي اليوم للخط العربي في مدارس عديدة وبالتالي في أنواع عديدة، حضرتك اليوم شو أنواع الخط اللي تستخدمه بأعمالك؟ تعليم الخط مثل ما حكيت أنا يعني بقدر ما هو سهل بقدر ما هو صعب بشرط وجود الرغبة. أنا من خلال تدريسي للأطفال يعني بيجيني مثلا أطفال مستهترين مو حابين يتعلموا، بيجيني أطفال مثلا حابين يتعلموا بس ما في متابعة، ما في بيحسوا باليأس ما بيطلع معهم. أنا بدي أدور على الطفل هذا اللي عنده هالرغبة وعنده هالموهبة ممكن أوصل معه لشيء، هذا بيختصر المسافة الكبرى. وممكن يعني أنا إذا طفل ذكي جدا وذاكرته قوية ممكن أنا بخلال فترة قصيرة شهر شهرين على مخط الرقعة ويطلع معه ويصير أحسن مني حسب ذكاء الطفل. وحتى الاعمار الكبيره كمان نفس الشباب كمان يعني الاعمار كلها مثل ما حكينا يعني هلا مثل تعليم الموسيقى لما بتنوجد الرغبه والانسان بيتفاعل مع الشيء اللي عم يعمله. والخطاط نفس الشيء، الخطاط لما لو كان مستوى ضعيف يعني ما وصل لمرحله ممارس ممتهن بيبقى لما عم يكتب بيبقى عاشق للشيء اللي عم يكتبه، بيبقى مدموج معه مثل الموسيقي مثل الشاعر مثل الرسام، بيطلع معه شغلات كثير حلوين. استاذه عم نشوف هون هي عامله على بروشور، قصد مشان كلمه توزع البروشور تكون لا هي لا 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 ولا هلا احنا يعني مشكله الخطاطين والرسامين اليوم احنا عندنا المواد الاوليه غاليه. هذول الورق انا عندي يعني عم بستخدمه للكتابه للتمرين لانه اليوم مشكله التكاليف كبيره كثير. هذول طيب. الاوراق بس للتمرين للكتابه. طيب استاذ احمد، خلينا نحكي شوي عن ممكن انه يكون في تطور لسه بالخط العربي او بهي اللوحات الجماليه، او يكون في شكل مختلف لاشكال مثلا النثر او الرقعه او تطور بهذا الخط؟ لا لهالمرحله هي صعبه جدا وانطرحت كثير يعني انه نحن نطلع بشيء جديد. يعني هلا الخط بما يقارب 1400 سنه وعم يتطور يتطور يتطور، يعني ما بنقول وصل لمرحله الكمال.
يعني ممكن احنا تقصير منا، احنا ما عم نقدر نطالع شيء جديد. يعني هلا الخط الشيء اللي استحدث فيه، اول شيء هالاعمال التشكيليه اللي عم تطلع حلوه ما كانت هي مقروءه من زمان، وثاني شيء التقنيات المتطوره المعاصره كمان اضافت شيء للخط والزخرفه عموما، من استخدام الموبايل التاو الكمبيوتر وسائل الطباعه الحديثه. يعني هي اضافات ماديه ما هي معنويه. هي اضافات اذا صارت او اذا صار في تطور ببطل يصير اسمه تراث. هلا احنا الفن، فن الخط هو تراثنا، هو حضارتنا. يعني هذا مثل ما بيقولوا، بس اذا التطور صار في تغييرات ممكن ياثر هالشيء. هلا احنا مثل ما تفضلتي، احنا الخط العربي قواعد مثل قواعد اللغة العربية أساسية. يعني قواعد اللغة العربية في فعل فاعل مفعول به. ما بقدر اجي والله انا هلا كاستاذ لغة عربية طالع مثلا مضامين جديدة للغة العربية، والخط نفس الشيء وصل لمرحلة يعني ال 1400 سنة اللي تابعوا الخطاطين وصلونا لانواع خطوط كثيرة. هلا صار لنا حوالي مثلا 100 سنة يعني ما في خطوط جديدة غير هالخط اللي بسموه الحديث، هذا اللي بكتبوه بالمسلسلات. وفي بلاد الأندلس المغرب العربي عندهم بسموه الخط المغربي، هذا الشيء الجديد بمجال القواعد. أما مجال التعامل مع الحرف، نحن عم يعني مثل ما حكيت عم نطلع بلوحات وكذا، هذا تطوير. ومن وقت ما ظهر الكمبيوتر من حوالي 30 سنة، يعني المقولة بتقول الخط هندسة روحانية صنعت بآلة جسمانية. بقى الكمبيوتر قد ما وصل لمراحل تطور ما ممكن ينافس الخطاط بإحساس واحد أو شعور واحد. والخطاط مثل الرسام، لما الرسام عم يستعمل الريشة، الخطاط عم يستعمل القلم، عم يحط خلاصة أحاسيسه ومشاعره بالحرف بيتكيف فيه. مثل ما حكيت، لما بعد ما بيتعلم الواحد قواعد الخط ورسم الحروف بيجي مرحلة الإبداع. الكمبيوتر آلة تكرار، ما بتعطي إبداع. طيب هي الجمل او هي الكلمات او العبارات الموجوده اليوم على اللوحات، فينا نقول انه بتسرق الوقت من الشخص؟ يعني قد ايه بتاخذ معك اليوم اي جمله او اي عباره؟ خلينا نتعرف اكثر عن حضرتك، عن تجربتك. ايضا اللوحه ما في الى وقت اللوحه. يعني ما بين انا اكتب سطر او اعمل لوحه تشكيليه مثلا طولها مترين، هذا بيتطلب وقت حسب الشغل العمل. اما المخزون اللي عند الانسان هو اللي بيحدد الوقت. يعني انا اذا ماهر ومبدع وكذا ممكن انفذ لوحه خلال ربع ساعه نص ساعه. اما اذا بعدين الخطاطين، يعني الخطاط الكلاسيكي لما بيكتب لوحه ما بيكتبها اول مره وبيعجب فيها وبروزها، بيعمل لها قوالب بسموها قوالب، يعني بيشفها بيعالجها بيحطها من بعيد بيطلع عليها، كل ما لقى فيها عيوب مشوهه بيرجع بيشفها من جديد بيرجع بيعمل لوحه ثانيه. ممكن يسموها قوالب، ممكن يوصل ل 100 قالب لحتى يحصل على لوحه رضيان عنه. طيب شو اول لوحه سويتها وكنت رضيان عليها؟ انا خريج كليه فنون جميله عام 87، دخلت من مجال الكمبيوتر والحوسبه والعولمه بوقت مبكر جدا بعد تخرجي. كان برامج مبتدئه الفوتوشوب الستريتر، قدرت اعمل على ديزاينات لوحات حلوه، تقدمت عنها لكليه الفنون الجميله لعمل معرض، ما وقتها توافق عليه. بقى نحن يعني هلا في دور مهم كبير نحن لوزاره الثقافه ووزاره الاعلام ووزاره التربيه بالمحافظه على هالتراث ودعم القائمين عليه والخطاطين مشكورين، والدور الاكبر هو لوزاره الثقافه. بس انا يعني ما عم بمدح وزاره الثقافه كوني انا يعني تابع لوزاره الثقافه. يعني قدموا لنا فرص كبيره، عم يقدموا لنا صالات المعارض بالمجان الخطاط لو مشاركه، لو خطاط مثلا ما عنده امكانيات اذا شارك بلوحه واحده بترفع معنوياته بيشوف حاله شخص كثير مهم. طيب خلينا هلا نتعرف شوي اكثر على اعمالك ومشاريعك القادمه، في مخططات كمان بتخطط هون ولا بس على الورق؟ هلا مشاريعي القادمه، انا بديت بدايه بسيطه انا من 4-5 سنين قدمت عنا باتحاد الفنانين التشكيليين لإقامة معرض وتوافق عليه. كانت لوحاتي بسيطة، يعني حتى البرواز مكلف، يعني حتى البراويز كانت متواضعة جدا ومكلفة. بقى توافق علي عنا بالاتحاد الفنانين التشكيليين يكون في لجنة لموافقة على عمل معارض، ومنه انطلقت
تقدم لي وزارة الثقافة مشكورين. عملت صرت عامل لحد الآن شي 7 معارض 8 معارض بمواضيع مختلفة. آخر معرض كان حوالي من 3 أسابيع بالاحتفال بالذكرى المئوية للشاعر نزار قباني، شاركت ب 17 عمل بمجال تعليم الأطفال. كمان متحف الخط العربي جنب الجامع الأموي عم نستضيف جروبات مدارس مشكورين عم يجيبوا لنا الأطفال، نكتب لهم أسماء ونشرح لهم عن الخط. أستاذي مديرة المتحف بتعرفهم بالمتحف، هو المتحف كمان كان اسمه المدرسة الجقمقية، تحول لمتحف للخط العربي وحافظوا فيه على مقتنيات الخط العربي. الله يعطيك ألف عافية وأكيد مشكورة جهودك. طيب خلينا نحكي اليوم، في عنا فئة الشباب أستاذ أحمد، بنلاحظ أنه عم بيروحوا بشكل كتير كبير للمشاريع الخاصة فيهم، ولا سيما عم نشوف في توجه للخط العربي عربي رغم التطورات ورغم انشغال البعض بوسائل التواصل الاجتماعي. اليوم رأيك بهدول الشباب وبمشاريعهم المتعلقة بالخط العربي، كيف عم بيكون أداؤهم؟ كل جيل يعني هو جيل الشباب أهم عمر بالحياة البني آدم. الطفل الصغير ممكن أنت مثل النبتة تزرعيه وتنشئيه من صغره، والكبير بالعمر بيبقى يعني إمكانياته صارت محدودة بانشغالاته الأخرى على العمل العائلي. فترة الشباب هي أكبر وقت ليستفيد منها. والخط العربي مثل ما حكينا يعني معشوق الكل. أكيد بالختام بدنا نشكرك الأستاذ أحمد على كل هاي الأعمال، وإن شاء الله هيك يا رب المزيد من التألق والإبداع كمان لحضرتك. إن شاء الله نحن يعني أهم شيء نحن بنناقشه على طول دائما، وزارة التربية تهتم بموضوع الخط، ونرجع مثل أيام زمان نعيد يعني ينزلوا منهاج الخط والكتابة على المرحلة الابتدائية، وإن شاء الله يعني الله هيك بيفرجها على البلد، نصير نشارك معارض دولية ونستعيد أمجادنا برات البلد. يعني البلد قدم لنا ما فيه كفاية وزيادة. أكيد نورت وجودك معنا لليوم. شكرا. أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد. أما هلأ مشاهدينا رح ننتقل إلى محطتنا التالية، ومع تحية إلى فلسطين المحتلة وأنشطة مؤسسة صبا بيت الفن والأدب ومبادرة تضمنت رسم لوحة جدارية بطول 50 متر حملت عنوان غزة الصمود، وذلك على مدخل كلية الطب الأسنان بجامعة حماة. رح نتابع تفاصيل أكثر ونشوف كمان صور ضمنها التقرير التالي. انطلاقا من رسالة الفن والتأكيد على دعم القضية الفلسطينية ومقاومتها المشروعة للاحتلال الصهيوني، نفذت مؤسسة صبا بيت الفن والأدب مبادرة تضمنت رسم لوحة جدارية بطول 50 متر حملت عنوان غزة الصمود، وذلك على مدخل كلية طب الأسنان بجامعة حماة. نحن جينا اليوم حتى نعبر بالفن تبعنا انه نحن واقفين مع القضية الفلسطينية. نحن قلبا وقالبا مع أهلنا بفلسطين المحتلة وتحديدا غزة. حبينا نختار هذا الموقع اللي هو جامعة حماة بأنه ننطلق منه بهي الجدارية. الجدارية اللي هي عبارة عن جدار طوله تقريبا 50 متر بيتضمن عدة رسومات بعدة أساليب بعدة تقنيات. انطلقنا من محافظة حماة وإن شاء الله حنكفي بباقي المحافظات السورية. اللوحة بتتضمن أول شيء رسالة لفلسطين ولأهالي غزة حصرا، هي عن طريق رمز المقاومة اللي إلهم وهو حنظلة والأم السكلة اللي كل يوم عم تفقد أولادها، وهي اللوحة بالألوان الزيتية مساحتها 12 متر. حبيت وصل رسالة من خلال لوحتي، هي بتعبر عن اللفحة الكوفية للفلاح الفلسطيني، وحبيت دخل الخضار مثل ما شايفين والورق الأخضر والهي، لأن قد من حاول إنه الحريق ولا الدماء يحاولوا يخبوا اللفحة الفلسطينية، فهي حتضل باينة، حتضل مش حتتخبى من الدماء ولا بالعكس هي عم تتعطر. اللوحة عنوان القدس، مستخدمة تقنية الزيتي، تحمل طيات تفاصيل لمدينة القدس. من خلالها عم نوصل لأهالينا بغزة إنه نحن معكم،
كل إنسان فينه بده يقدم شيء، بده يعبر عن اللي جواته، والحمد لله أنه كان فينا الرسم عبرنا عن شيء تجاه فلسطين. الفنانون المتطوعون أطلقوا تحية إلى غزة الصامدة في وجه أعتى جريمة يقوم بها الصهاينة ومن يدعمهم من خلال أعمال مختلفة جسدت بعض أشكال العدوان وتوثيق الجرائم، وبالمقابل لوحات تبرز صمود المقاومة وبسالتها. علي شحود، الإخبارية السورية، حماة. عفاف، مثل ما للخط العربي حضور كبير بذائقتنا الجمالية، لأنه كمان الموسيقى أهمية كتير كبيرة بحياتنا وتأثير كبير على سلوكياتنا وعلى عواطفنا ومشاعرنا. ومثل ما بيقولوا أنه الموسيقى هي غذاء الروح، وهي فعلا هيك، لأنه نحن لما نكون مبسوطين أو زعلانين أو مهما كانت حالتنا دائما بنلجأ للموسيقى. واليوم للموسيقى في بعد جمالي عم يخلينا نسافر بالزمن والإحساس لمدينة الصلاة القدس المحتلة في فلسطين الحبيبة، وطبعا أنشطة عديدة وفعاليات ضمن دار الأسد للثقافة والفنون والمعهد العالي للموسيقى. لنحكي أكثر مشاهدينا عن هذا الموضوع. سعدنا أن يكون معنا لليوم المايسترو محمد زغلول، رئيس مجلس الفرقة السيمفونية الوطنية السورية. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا وسهلا فيكم أستاذ، صباحكم. صباح الخير أستاذ. صباح الخير أستاذ. صباح. يعني اليوم كأنه هيك أستاذ رامي مبيضة معنا اليوم، كتير فقرات كتير حلوة، موسيقى مع الخط، يعني الاثنين اليوم بيكملوا بعض. خلينا نحكي اليوم أول شيء عن الفعاليات يلي عم تشهدها دار الأسد للثقافة والفنون، والبداية خلينا نحكي عن سيمفونية البطولة يلي كانت مع الفرقة السيمفونية الوطنية السورية. تماماً، اليوم إحنا كان الحفلة الأخير إنه من فترة بين الفرقة السيمفونية الوطنية السورية، عمل سيمفونية البطولة اللي هو يعتبر من الأعمال الضخمة والزخمة لبيتهوفن، الأعمال الصعبة ومن الأعمال الجميلة اللي بتاخذنا لعالم آخر من الموسيقى، من التأمل، من البطولة، إلى علاقة بموضوع الحماس، إلى علاقة بموضوع اليوم. الموسيقى دائما هي حافز، حتى نحن ايام اذا بنرجع لبدايات الموسيقى ايام الحروب كان دائما يستخدموا البوق هو لتحفيز الجنود وتحفيز حتى الشعب اللي يضل دائما بموضوع الانتماء، بموضوع الوفاء، بموضوع الانتماء للوطن. من هون اجت اهميه سيمفونيه البطوله. طبعا نحن اليوم عم نشوف الظرف اللي عم نتعرض له، وخصوصا رحمه لشهدائنا وشهداء غزه، حبينا بلغه الموسيقى. اليوم كل حدا بيعبر ومطالب انه يشتغل حسب موقعه، فاليوم نحن كموسيقيين كاعضاء فرقه سيمفونيه وطنيه سوريه حبينا نقدم هي الرساله. هي رساله محبه وتضامن وسلام، طبعا عبر دار الاسد للثقافه والفنون وعبر وزاره الثقافه لاهلنا بغزه، ونترحم على ارواح شهدائنا. كان كثير عمل اخذ مجهود، لانه لما بنحكي نحن بيتهوفن عم نحكي اليوم بعمل موسيقي متكامل، ما بين التمرين، ما بين الانسجام الموسيقي، ما بين انه تطلع هي النتيجه الموسيقيه اللي كلياتنا شفنا. كان الجمهور اليوم متعطش للحفلات، متعطش ليسمع موسيقى، من هون اجت اهميه هذا الحفل اللي كان اخر شيء. وذكرت حضرتك كمايسترو انه اليوم لكل شخص عنده دور بدعم القضيه الفلسطينيه، وانتم اليوم عم تحاولوا انه تدعموا هي القضيه من خلال الموسيقى. وفعلا الموسيقى هي حاضره من زمان، ان كانت رغم سنوات الحرب ورغم كورونا، رغم العديد من الظروف، الا انه كانت لسه موجوده. اكيد اليوم الموسيقى ما فيك تلغيها، واليوم الموسيقى هي يعني الحرب. اليوم بالتوازي دائما في حرب عسكريه، في دائما حرب ثقافيه، فاليوم الدور الثقافي لازم يكون موجود على الارض. الدور الثقافي بيكون موجود على الارض من خلال مختلف الفعاليات الثقافيه، سواء بالشعر، بالادب، بالمسرح، بالموسيقى. الجمهور اليوم لما عم بيجي عم يحضر عرض موسيقي او حتى عرض مسرحي، عم بتوصلي انت رساله. تمام. وهي رساله بنفس الوقت، سواء كانت محليه او حتى من خلال البث المباشر، ومن خلال اليوم الحضور اللي عم يحضر عالميا انه سوريا موجوده. طبعا احنا اليوم خلال 13 سنه حرب ما وقفنا نشاطات، رغم اليوم نتذكر كلياتنا القذائف اللي كانت تكون بايام الحفلات، نحن نكون بالقذائف وتنزل ونكفي الحفله. وما اتمناه اليوم هو عوده هي الحركه الثقافيه الموسيقيه السوريه، لانه هي منحيين بصراحه.
المنحة الأول اليوم إحنا مثل ما حكينا هي الرسالة الثقافية السورية، لأنه وقت نحكي سوريا خلص عم نحكي بثقافة بتراث بحضارة ما فيك تلغيها لأنه عمره اليوم آلاف السنين. أكيد. وبنفس الوقت هو اليوم شيء مهم لأنه أعضاء الفرقة هنا موسيقيين بالأخير، هذا خلينا نقول دخلهم اليومي والمعيشي، فما فينا اليوم نوقف ولكن فينا نوظف الحالة ضمن الجو العام، وهذا ما حصل اليوم مع بحفلة الفرقة السيمفوني أو حتى بشيء قادم بحفلات قادمة رح تكون. يعني يا مايسترو اليوم ما سمعنا أخبار أنه عم تتحضروا لحفل هلأ بعنوان إلى فلسطين، الفرقة الوطنية السورية للموسيقى عم تتحضر لهذا العمل، خلينا نحكي عنه. طبعا اليوم التحضيرات قائمة والبروبات بلشت للفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية بحفل إلى فلسطين. طبعا العنوان هو عنوان مهم وكبير وبيحمل كمان مسؤولية كبيرة، أنا يعني بعرف أنه شبابنا وموسيقيين أدى الحفل، رح يكون منوع ما بين أعمال موسيقية رح تكون هيك مفاجأة، هو البرنامج بينزل يعني على صفحة الدار ما رح يكون كتير سر، ولكن أعمال بتحبها العالم، كان إلى أعمال إلى علاقة بالموسيقى الدرامية اللي بترتبط بواقع خلينا نقول الوطني والقومي العربي، إضافة لأعمال غنائية مع الكورال رح تكون كمان إلى فلسطين مهدات. الحفل يعتبر كتير خاص وجميل، دائما كتير مهم أنت لما توفزي الناحية الجمالية مع الناحية الخاصة، هذا نجحنا فيه بالفرقة السيمفوني واليوم بالفرقة العربية أعتقد كمان رح يكون نفس النجاح. أكيد يعطيكم ألف عافية مايسترو، أكيد رحنا مكملين بحديثنا مع حضرتك، ولكن فاصل صغير ونرجع. خلينا نرجع لعند حضرتك المايسترو محمد زغلول، سعيدين بوجودك معنا لليوم. خلينا نحكي أكثر عن أهم المقطوعات اللي قدمت اليوم. مثل ما حكينا اليوم سيمفونية البطولة بيتهوفن هي كان إلى علاقة بالشيء البطولي اللي له علاقة بالحرب والدفاع والانتماء عن الوطن. هذا اللحن نحن مزروع بذاكرة أغلب مو بس السوريين، حتى هو على مستوى العالم والسوريين بالذات لحن البطولة والسيمفونية بشكل عام. لما بنحكي نحن اليوم بيتهوفن وبنحكي عمل سيمفونية بطولة، فعم نحكي عن شيء كتير مهم له علاقة مثل ما حكينا بالانتماء، له علاقة اليوم انه انت اليوم من ارض سوريا من قلب دمشق عم نستعرض للعالم كلياته وعم نرسل رسالة عالمية، رسالة له علاقة بالمحبة بالسلام بنفس الوقت بالانتماء وبالتضحية وخلينا نقول بالمقاومة، لأنه اليوم العمل الموسيقي هو عمل متكامل يحمل كل عناصر اللي بتوفر هذا الحافز. الموسيقى دائما مثل ما حكينا هي حافز كبير بمختلف المناسبات، يعني اليوم بالحزن خلينا نقول بنسمع موسيقى، بالفرح بنسمع موسيقى، صحيح، بالحالات الوطنية بتسمع موسيقى، فالموسيقى هي مرتبطة ما فيك تلغيها بأي ظرف، يعني بأي حالة من الأحوال أو إذا ظرف الموسيقى بدها تكون موجودة. ودائما نحن نذكر يعني رغم الإرهاب اللي عشناه ورغم الشيء اللي مرينا فيه ظلت موسيقانا أعلى من رصاصه، فهي الموسيقى رسالة مستمرة لا يجب أن تتوقف أبدا. أكيد لاحظنا هالشيء كمان خلال فترة الحرب على سوريا، قديش سمعنا أصوات قذائف وانفجارات وأصوات كتير، يعني نحن نكون بالبروفات، يعني نكون بالبروفات تكون القذائف، نكون بالطريق يعني على بروفة أو على الحفلة، ومع هالشيء ولا مرة أنه تم إلغاء أي حفل أو أنه والله لغينا بروفا او حفلات. بالتواريخ موجوده ومثبته، وكانت تجي القذيفه يعني على باب دار الاوبرا، يعني صحة الموين كانت كثير مستهدفه، مع هالشيء ضلينا مستمرين حتى بالكورونا اذا بتتذكروا، كمان وجدت حاله جديده كانت اول ما بلشنا فيها هي الاونلاين، انه حتى في مقاطع انبعثت وقتها من كل بيت كل موسيقي سجل لحاله بعدين اندمجت كلياتها كمقطع متكامل كفرقه. إيه فالموسيقى لا هي رسالة ثقافية، وقت عم نحكي سورية عم نحكي يعني ثقافة عم نحكي تاريخ، فيجب الاستمرار بهكذا فعاليات، لازم تنشيطها. اليوم الجمهور متعطش، يعني شفنا من خلال الحفلة بعد عودة غياب نحن تقريبا إن فترة
يعني أكثر من شهر إنه واقفين، كان الجمهور كتير متعطش كتير متقبل، طلع كتير مبسوط، يعني يقولوا لنا الجمهور نحن فتنا بحالة وطلعنا بحالة. خلينا نحكي عن هاي الحالة، فترة الاستمرارية، يعني نحن خلال فترة الحرب عم نقول إنه صوت الموسيقى ما توقف أبداً بدار الأسد للثقافة والفنون، وظلتوا عم تتواصلوا ومواصلين هاي الأعمال. خلينا نحكي عن مشاريعكم القادمة، شو رح يكون بما إنه عم نحكي عن الاستمرارية؟ لا حاليا ضمن الخطه الموجوده، يعني الشيء اللي عم نحضر له مثل ما حكينا هي حفله 27/11 مع الفرقه الوطنيه السوريه للموسيقى العربيه اللي راح تحمل عنوان الى فلسطين. هذا الحفل مثل ما حكيت راح يكون منوع ما بين اعمال موسيقيه الى علاقه موسيقى تصويريه، اعمال دراميه الى علاقه كان بالواقع خلينا نقول القومي والوطني، اضافه لاعمال غنائيه كمان الى فلسطين. هون بالمناسبة بحب نوه إنه إحنا منتبه إنه على التراث الفلسطيني أغلبيته ما بتلاقي موضوع طابع الحزن موجود فيه، ودائما طابع حماسي، دائما طابع صح. بيحمل البهجة، يعني هن إنه خلص حاطين عنوان عريض، يعني سواء عم نشوف اليوم المقاومة والتضحيات والشهداء وإلى آخره، بس بتلاحظي اليوم ما في موضوع هذا الأغاني الحزينة، هي دائما أغاني محفزة، يعني إنه في عقيدة بالنص، يعني عندهم إنه خلص نحن أمام هدف معين، أمام عقيدة، وحتى الموسيقى هي بتساعد بهذا الموضوع. فالموضوع استمرارية النشاطات، وعم نحكي كمان على يعني الهيئة العامة لدار الأسد الثقافة والفنون، فعم نحكي على نشاطات نوعية بفرق نوعية ببرامج نوعية، والجمهور عم بيكون فعلا متعطش، يعني احنا شفنا هي الحاله، وهلا العالم عم تسال يلا امتى الحفله القادمه، وبلش الحجز من الان، فهي الحاله طبعا يجب ان تستمر. طب خبرنا امتى موعد الحفل؟ 27/11 على مسرح الاوبرا. تمام، خلينا نفوت هيك شوي باجواء الحفلات ونحكي اليوم عن اداء الشباب، عن حالات الانضباط اللي بتكون موجوده اليوم على المسرح قدام جمهور كبير، واكيد بوجود حضرتك كمايسترو لتوجيه هذا العمل، قديش اليوم في مسؤوليه كبيره لحتى يطلع العمل بشكل كثير منيح؟ اكيد نحن اليوم تحضيرات اي عمل بتبلش نحن من موضوع لما تنحط تشكيله اعضاء الفرقه وبرنامج التدريبات، يكون في برنامج في تشكيلات مجموعات سكشنات نحن بنسميها، يعني الوتريات اول بروفا بتكون لحال، النفخيات لحال، ممكن تنقسم اكثر من قسم، الوتريات بين كمانجات وفيولا وتشيلو، والنفخيات بنفس الوقت كمان بيكون اكثر من قسم، لانه في النفخيات الخشبيه والنفخيات النحاسيه. بعدين بيقوم المايسترو، يعني مثل نحن بالفرقه الوطنيه السيمفونيه مع المايسترو ميساك، بيجمع بالاخير هي التشكيله كلها والمجموعه ليخرج العمل، وبنفس الوقت كمان بالمايسترو عدنان فتح الله بالفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية. الحالة طبعا احنا على المسرح بيصير حالة تماما مغايرة لموضوع البروفات، لأنه أحيانا ببعض البروفات بضل هيك جو البروفة، عم يصلح أخطاء، ممكن يصير هيك بعض المشاكسات اللطيفة القصص، ولكن اليوم على المسرح بيصير في موضوع هيك مسؤولية كبيرة. أكيد. أحياناً ياما إحنا في أعمال قد تحتاج شوي وقت أكثر، ومنفوت على الحفلة إنه بيقول يعني منقول لسه بدك عن مثلاً بروفتين أو بروفا أو ثلاث بروفات، ولكن ما يميز اليوم الموسيقى السورية إنه هو فعلاً حدا قد المسؤولية، مجرد ما طلع على المسرح خلاص صار على قد هي المسؤولية وأعطاك النتيجة اللي فعلاً موجودة. حتى اليوم المستوى الموسيقي، يعني احنا عم نلاحظ انه عم يتطور موضوع الاداء، وهذا عم نشيده عليه من خلال اغلب الحفلات عم يكون فيها بس مباشر، فبيجيك تعليقات من برا واراء، فالحمد لله انه عم بتكون كثير في تعليقات ايجابيه على موضوع النشاطات، على موضوع الاداء الموسيقي لفرقنا الوطنيه، وهذا الشيء كمان يعني بشكل حافز اكبر، بشكل مسؤوليه اكثر قدامنا وامامنا انه لنقدم دائما الافضل. يعني دائما ذكرت حضرتك انه خلال البروفات بيكون في شويه مشاكسات، ولكن رهبه المسرح لا تضاهي اي رهبه ثانيه، يعني انت مباشر مع الجمهور وبيكون هون الامر جدي اكثر ومسؤوليه اكثر. طيب قبل ما يطلعوا الاعضاء الفرقه شو بتعملوا لحتى تخففوا من هذا الستريس والتوتر، لانه الموضوع لا يحتمل يمكن اي غلطه؟
هلا لأقول لك اليوم بحكم الخبره صافي خبره منيح عند الشباب اعضاء الفرقه. هلا هي حلاوه اليوم الفرق الوطنيه في الجيل اللي بلشنا فيه نحن طلاب، وبعدين صرنا اساتذه بالمعهد، وصرنا اليوم صرنا الجيل الاكبر، وبنفس الوقت معنا الطلاب اللي فاتوا اليوم الجديد سواء سنه ثانيه بالمعهد العالي او ثالثه او حتى للسنه الخامسه، فصار في اكتساب خبره خلال السنوات، واكتساب الخبره بصير كسر الرهبه عند ببلش بصراحه من عند الطفل. يعني انت من اليوم لما عم تبلشي مع الطفل بالموسيقى، انا ليش باكد على موضوع الطفل، وكنت انه قبل نطلب من الاطفال يعملوا حفله حفلتين بالسنه، ان شاء الله بده يعزف سطر واحد قدام العالم شو ما كان يكون، بس هو مجرد وقفته امام الجمهور فهذا بيعطيه حافز اكبر بيكسر رهبه الخوف عنده. فنحن يفترض نبلش وترجع هي الامور، يعني يرجعوا اليوم الاطفال ضمن المعاهد انه يكونوا نشيطين اكثر، من هون بتبلشي تزرع الثقه بالنفس عند الطفل بتروح معه بقى هي على كبر. فنحن نحن كنا صغار كنا نعزف، ونفس الوقت هلا مثل ما قلت لك اليوم نتيجه الخبره ونتيجه السنوات الكثيره اللي صارت من العزف وتراكم الحفلات صار في خبره عن الشباب. هلا وين احيانا المسؤوليه بتكبر اكثر لما عم نحكي فرضا احنا مثل حفله بيتهوفن سفريه البطوله، فاليوم الجمهور اللي جاي هو جمهور جاي يسمع بيتهوفن، فهو بالنهايه جمهور سميع لهذا النمط من الموسيقى. لما يطلع يقول لك انه حسيت حالي للحظه من اللحظات انه عم بسمع استوديو او سي دي او كاسيت او اللي هو، فمعناتها انت اليوم قدرتي توصلي هي النتيجه لهذا الجمهور. اكيد مايسترو، خلينا نحكي عن اهميه الموسيقى بشكل عام وتحديدا الموسيقى السوريه، واليوم قد في عندنا موسيقيين وفنانين ايضا قدروا يمكن خلال سنوات الحرب او بالايام العاديه كان في لهم مشاركات عديده خارج البلاد، كان في تكريمات، كان في جوائز، انشطه عديده، اسماء كبيره. خلينا نحكي اليوم قد قدروا اليوم يمكن ينقلوا هي الموسيقى سوريا بأبهى صورة للعالم الخارجي. تماماً، اليوم قدروا المؤلفين السوريين والموسيقيين السوريين الوصول إلى العالمية، وعم نشوفهم المطلوبين على أهم المسارح بأهم المهرجانات، حصولهم على جوائز، عدة جوائز ضمن مهرجانات مثل مهرجان العود في زميلنا رجل تحية ساسكينة الإدناوي، في من المعهد العالي كمان بالفترة الأخيرة كمان أخذ جائزة بالعود، إضافة لمشاركات عديدة من عازفين نحن سولو ومحترفين سواء بحفلات سولو أو سواء ببرامج فنية كمان عربية مهمة عم بيشاركوا. الموسيقيين السوريين فعلا اليوم انتشروا على مستوى الوطن العربي وحتى على مستوى العالم بمختلف النشاطات سواء بموضوع الشرقي ولا سواء بموضوع الكلاسيك، وأصبح لدينا مكتبة موسيقية سورية مهمة، وهي كانت ضمن أهداف الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية من 2013 إنه يكون في أعمال للمؤلفين السوريين الموسيقيين. فاليوم صار في أعمال كتير مهمة للمؤلفين السوريين، تقريبا بأغلب الحفلات عم بيكون موجود أعمال جديدة للمؤلفين السوريين سواء بعزفهم أو سواء كتأليف لإلهم، وهذا شيء تمتاز فيه سوريا عن باقي الدول. يعني انه اليوم هي عم بتقدم مؤلفينا، وفي حفلات كانت خاصه باعمال المؤلفين السوريين واللي فعلا عملت حضور، وفي منهم عم ياخذوا جوائز يعني بمؤلفاتهم وبقطعهم الموسيقيه، او عم تمتاز سواء بالشرقي او بالجاز او حتى بالكلاسيك، يعني بمختلف اليوم انماط الموسيقى اللي موجوده عم بيكونوا الموسيقيين السوريين والمؤلفين موجودين وإلهم بصماتهم الخاصة فيها. حتى في تطور عم يرجعوا يعيدوا توزيع الموسيقى من أول وجديد ويعطوها هيك نكهة خاصة، ولكن الأساسية بتضل موجودة عنا يعني. أكيد هو كتير مهم موضوع اليوم التوزيع لا يؤثر ولا يشوه اليوم الهوية أو يشوه اللحن. أكيد. فمنلاحظ اليوم في أغلب الأعمال السورية الموسيقى السورية أعيد توزيعها بطريقة أوركسترالية تخدم وتعطي ناحية جمالية إضافية للموسيقى، إضافة لأغلب الأعمال الموسيقية العربية. حتى اليوم النجوم، يعني في نجوم كبار لما إجوا اشتغلوا معنا بالفرقة الوطنية للموسيقى العربية مثل أيام حفلة الفنان هاني شاكر وعدة نجوم استغربوا من نحن طريقة التنظيم اللي عنا، يعني سواء اليوم بالبروفات، أنا اليوم كمنظم كنت كمدير إداري للحفل مع الفرقة، يستغرب انه هو لدرجة هذا التنظيم هذا الانضباط.
النوتات، طريقة النوتات، نحن النوتات ما عاد في خط إيد عنا، هي كلها مطبوعة وموزعة بشكل مرتب، وكل دور، كل آلة موسيقية اليوم في إلها مفتاح أكيد. فكل دور، كل قطعة مكتوبة موزعة على كل الأدوار الموسيقية، فهن هذا الشيء ما كان، يعني الشيء اللي هو مثلا تاريخ طويل بالعزف وبالفرق، ولكن هن ما كانوا يعزفوا بهي الطريقة. أكيد. بالختام بدنا نتشكرك أستاذة، للأسف خلص وقتنا مع الأستاذ، كنا مستمتعين معك وكانت فقرة جميلة جدا. شكرا لك المايسترو محمد زغلول، عضو رئيس مجلس الفرقة السيمفونية الوطنية السورية. شكرا لكم وسعد صباحكم. اهلا وسهلا فيك مايسترو، نورت صباحنا لليوم ويعطيكم الف عافيه على شغلكم الكبير. اما نحن مشاهدينا فمكملين معكم، اما خلونا ننتقل مباشره للتقرير التالي من محافظه اللاذقيه ومعرض طوفان الاقصى لمنتدى الشهيد غسان كنفاني الثقافي ومكتب الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين في الرمل الجنوبي. تفاصيل اكثر بالماده التاليه. كل لوحة تحكي قصة شعب عظيم برسومات وصور يقدمها الأطفال ضمن معرض طوفان الأقصى لمنتدى الشهيد غسان كنفاني الثقافي ومكتب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الرمل الجنوبي باللاذقية. هنا أطفال المخيم ليس لديهم وسيلة سوى التعبير بالرسم، لذلك عبروا بصدق عما يجول بخاطرهم، عما يروه في شاشات التلفزيون، عما تربوا عليه من حب لفلسطين. معرض هن 50 صورة شارك فيها جميع الفئات العمرية، بالإضافة لرسمتين من أخوتنا بالجبهة الشعبية شاركوا فيها وعملوها. طبعا هذا دليل على اهتمام أطفالنا بقضيتهم. هنالك البندقية والرصاص، وهنا بندقيتنا العدسة ورصاصتنا اللوحة، هنالك الرصاصة وهنا الريشة، بالريشة وبالقلم نكتب ونرسم المستقبل وأحلام الطفولة. هؤلاء الأطفال العظام حقيقة يعجز البيان عن وصف بطولات أهل غزة، علمت غزة العالم، حركت الفكر في كل أدمغة البشر. نحن الآن ولدنا بعد 27، عم نعيش أفراح النصر، عم نعيش بطولاتهم، نفخر فيهم، قدمنا العديد من الضحايا ولا زال نقدم، هذا قدرنا كشعب فلسطيني. أنه يتغير العالم، يتغير العالم، يضغط على هذا الاحتلال لوقف هذه الإبادة من أجل إعادة الاعتبار للشعب الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني في دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كانت ولا زالت وستبقى في عقل وقلب وجسد وروح وضمير كل سوري وكل عربي وكل حر في العالم. كل صورة موجودة في المعرض تعبر عن معاناة أطفالنا في غزة. أولاد صغار إنه بالمشافي من وراء الإسرائيليين الصهيونيين. كل لوحة أو كل صورة موجودة هون بتلخص عن معاناة أطفال فلسطين. رسم معالم وحياة جديدة لشعب يأبى الذل والهوان ويكافح من أجل تحرير بلاده. كملنا صباحنا معكم مشاهدينا، ودائما بختام صباحنا غير لازم نضوي على الأنشطة يلي عم تصير بحلب، وخصوصا أنشطة مبادرة شهيق زفير مع أطفال داونا، وأيضا كمان في مسرح خيال الظل وصندوق الدنيا. رح نشوف شو هي الأشياء الجديدة يلي عم يعملوها، وأيضا نواكب أحداثهم ويخبرنا عنها أكثر الأستاذ منتصر كيالي مؤسس مبادرة شهيق زفير ضمن اتصال. صباح الخير أستاذ. صباح النور. صباح الخير. يسعد صباحك صباحك أستاذ منتصر. يسعد صباحك أخي. بداية يعطيك ألف عافية على كل جهودكم واستمراريتكم ضمن مؤسسة شهيق وزفير لتقديم العديد من الأنشطة لدعم أطفال ذوي الهمم، أطفال الحب. خلينا هيك بداية، نحن دائما عبر شاشة الأخبارية السورية بنستعرض أجدد نشاطاتكم. اليوم بدنا نحكي عن نشاطكم الأخير مسرح خيال الظل وصندوق الدنيا، خبرنا أكثر عن هذا النشاط. يسعد صباحكم الحلب الأخبارية اللي دوما مميزة بكل برامجها. صراحة مسرح خيال الظل كان هو بفعالية كانت في الحلبة،
بأحد المطاعم بحلب وصف الحسن اللي هو قريب من قلعة حلب اللي كان له رمز مهم جدا جدا هي عند منطقة حلب القديمة. الفعالية استمرت لمدة تقريبا يوم واحد، سمت مسرح خيال الظل، سمت صندوق الدنيا عجائب اللي كنا نحن من زمان نحن نحبه ونسألوا أكثر وأكثر، سمت مولوية. كانت الفعالية عبارة عن تقريبا مدة 5 ساعات تعرفوا الأطفال على شيء اسمه مسرح خيال الظل، اللي هو نوع التمثيل المسرحي اللي بيستخدم فيه الأجسام وإلى آخره. خلينا نقول مسرح خيال الظل هو كان وسائل تعطي مهارات معينة، تعطي مهارات لغوية، تنمي القيم الأخلاقية عن الطفل. صراحة الطفل هو مرتبط كثير بشيء اسمه تلفزيون أو مرتبط بشيء اسمه أفلام كرتون. فحاولنا نحن هذا اليوم بهذا المسرح خيال الظل نوجه الأطفال على شيء نحن بدنا إياه يكون تربوي، يكون له مغزى، له كان. فكان فعالية كثير حلوة وأطفال كانوا مبسوطين جدا جدا. خلاص إذا تشوفي الصور أنت بشوفي أنت خيال الظل، بشوفي صندوق الدنيا عم بمشي حوالين ثلاث حلقة. هذا له مندول كثير حلو اللي إحنا نحاول نرجع التراث والقيم القديمة من زمان بهالفترة هي بالذات عشان الأطفال يطلعوا لنا يعرفوا أكثر وأكثر. أستاذ منتصر، يعني عم نشوف التطور كتير حلو وكتير ملحوظ، بس بدنا نعرف كيف كان إقبال الأطفال على هاي التطور وهي الفعاليات، يعني شيء جديد عليهم صندوق الدنيا ومسرحية خيال الظل. خلينا نحكي على إقبالهم وكيف كان تفاعلهم مع الموضوع. أنا صراحة خيال الظل يعني أنا كنت يعني مثلا بعمري بحبه، أو صندوق الدنيا بحس إني هذا كان شيء من زمان. كنا انا بتذكر ان هالحكي ما حكي بالحاله كثير، بس بقولوا بس لما كنا وقت كنا نشوفه بالشوارع او بالحارات كل ما تطلع فرنجيه ونص كان نشوف صندوق خير الدنيا. فتصور اذا احنا الكبار بنحب هذا الشيء، فكيف ان الاطفال عندهم اقبال وعندهم شوق وعندهم شغف لهالقصه هي بالذات. فكان الموضوع كثير كان لا ايجابي، حتى بتلاحظي مثلا خيال الظل الاطفال هن عم رقصوا الدمى، هن عم يشتغلوا عليها، هن عم يحاولوا يكونوا موجودين. فانا ما توقعت ان هذا الشيء بيأثر عليهم يعني موضوع بشكل إيجابي. كان الموضوع كثير كان له كان وقع حلو على الأطفال، كانوا مبسوطين جدا جدا، وكان له دور كثير مهم في رفع الثقافة عند الأطفال هاي. أنا وجهت رسالة معينة من خلال مسرحية الظل للأطفال هذول، إن هم قادرين، عندهم إمكانيات واسعة، عندهم قناعات كثير حلوة من جواتهم هم. فليش أنا ما أعامل هذا الشيء بطريقة صحيحة مضبوطة ووجه على أفكاري؟ لا احنا يكون مثلا افلام كرتون ثانيه مين مستهدف او الى اخره، وجهه طريقه مضبوطه. انا عندي قوه بشريه هن يوجهوا الموضوع، بيعطوهم طاقه حلوه. تمام، كان الموضوع كثير ايجابي، دور كان مهم على الاطفال. يا رب احنا نستمر لقدام شوي. في عندنا انشطه، كان ما في انشطه كان مولويه، كمان شافوا المولويه وشافوا شغلات كثير حلوه. فيا رب ونحن دوما أدهى الحمل هذا، لأنه هو صراحة الطفل أعظم شيء بالدنيا وأكثر شيء لنا. فليش نحن ما نحاول نحن ننمي هالمهارات هي بطريقة صحيحة. تمام أستاذ منتصر، يعني الفرحة والبسمة كتير واضحة على وجوه هدول الأطفال، وأيضا كمان الفرحة على وجه حضرتك يعني على النتيجة يلي طلعت فيها حضرتك. لفتني كمان أنه كانت الأنشطة والفعاليات ضمن مكان جدا تراثي تاريخي ثقافي، عم نحكي عن قلعة حلب. سبب اختياركم لهذا المكان لتنفذوا نشاطاتكم؟ هلا قلعة حلب هي خلينا نسميها قلعة الصمود، قلعة اللي حاول كل الأعداء دوما هم يعني يحتلوها، بس كان في حصن منيع لهذا الموضوع بالذات. فحاولنا نحن نوجه انه يكون بحلب قلعه مهمه جدا، مناره مهمه جدا جدا للعالم كله يعني اجمعين، بحيث انه نحن نكون بحارات حلب القديمه، نكون بقلعه حلب، نكون بشوارع حلب. يعني ما تتخيلي قديش انت بتوقفني عند منطقه القلعه بشمي الريحه، يحكي الحجر، يحكي الارض، هي كلها لها تراث، لها معاني كبيره. نحن كمان مو بس كمان قلعة حلب، كمان مرات حلب القديمه كان بيت شعبي، كانوا عباره عن بيت شعبي. تصور يعني بيت شعبي عملنا فيه فعاليه كان له دور مهم. عم ركز حاليا احنا على شيء اسمه ركز على او نضوي على المحلات القديمه بحلب عشان الناس تشوفها كعالم متعادل. فاكيد قلعة حلب هي لها دور كبير وكثير كثير مهمه لنا بصراحه. ان شاء الله يا رب عندنا انشطه كثيره
مستمرين يا رب إن شاء الله. هاي الأنشطة أستاذ منتصر رح نسألك عنها هلأ، وسمعنا أنه عم تفكروا أو عم تتحضروا لحتى ترسموا بشكل تجميلي، وبالأخص أنه بتجميل شوارع حلب، يعني شوي مغامرة بالنسبة لك، خلينا نحكي عن هذا النشاط. هلأ بيقولوا في مثل، بيقولوا ما بحب حلب أو بالأحرى اللي برسم على شوارع حلب، أو خلينا نقول اني اللي بيقولوا الحيطان بقاتل مجانين، اللي ما بحب حلب اكيد بيكون مجنون. نحن فكرنا بفكره كثير حلوه ان هي رسم على بشوارع حلب على الحيطان المهمله نوعا ما، فنضوي على شخصيات كثير كبيره، طبعا هي ما في مدرسه الدوايه هي معروفه اساسا، بس نقول نحن نرسم صباح فخري مع عباره قالوا مثلا يا مال الشام، مثلا نرسم نحن صوره الاستاذ صبري مدلل او الى اخره، او حدث الشهداء، او يعني شيء مثلا تراث معين على الشوارع هاي، بحيث ان يعني حلب تكون لها دور كبير. بقولوا بدايه الذهب كتبنا يا حلب ودي فجر الدنيا، اكيد كل الدروب العشق تؤدي لحلب، فحاولنا نحن نكون نحن مدورين هذا الموضوع بالذات، مع انه صراحه مغامره بين الميناء وكثير موضوع له تاثير، بس اكيد نحن مع فريق الهندسي مع فريق زوجينا مع شخص الدعم، لان اكيد رح نكون نحن موجودين ونعمل بصمات كثير حلوه. تصوري انت مثلا بشوارع حلب احدى الشوارع هذا الحيطان، اعطيني انت مثلا صوره طفل عم يسوي شيء معين مع بالت داون او الى اخره، فشفت هذا الموضوع له تاثير ايجابي، وشفت هذا الموضوع له مغزى بين الناس، فيا رب تكون احنا قد الحمل، لاني فعلا مثل ما حكيتي حضرتك موضوع مغامره وموضوع له كثير له يعني دور مهم. يمكن هذا الشيء باوروبا كان نفذوه باحدى المحلات، حتى بشوف التقرير السابق قبل شوي كان بمنطقه الشام عم يسموا على غزه دوما نحن نقول رحمه وشهاده غزه، عم يسموا شغلات حلوه عن هذا الموضوع، ليش نحن ما عندنا هذا الشيء بحلب؟ خاصه اطفال الداون، اطفال زوج الهمم عندهم قدرات واسعه، عندهم امكانيات رائعه جدا، فيا رب نكون نحن قد هذا الموضوع بالذات، لانه فعلا مغامره وفعلا فيه شغل كثير، ويا رب ان شاء الله خير يا رب. الاطفال هنن اطفال داون هنن كلهم اللي راح يقوموا بالرسم؟ تمام، في عندنا تقريبا نحن راح يكون عدد قطاعات، قطاع مثلا منطقه معينه مع فريق هندسي مع فريق الجرسون، يعني ثلاث اربع اطفال من ذوي الهمم، ناخذ اربع قطاعات من حلب اذا الله راد بعد الموافقات طبعا، حيكون اربع اطفال مع فريق هندسي مع سكيورتي مع كم التجهيزات الى اخره، نرسم هالموضوع. هن الأطفال أول شيء هن فيهم حيشيلوا هن، بعدين هن الأطفال حيعبوا هذه المساحات الموجودة هن. الموضوع كثير له دور، وطبعا يعني في مو بس موضوع هو على الحيطان، لا في حتى نفكر نحن على دراج المدينة مثلا، درج نازل مثلا نرسم شيء عن شيء مثلا بلموس كمان لحلب أو إلى آخره، بيعطي قيمة جمالية، بيعطي قيمة تراثية لحلب، بيعطي شغلات كثير مهمة. يا رب حيكون هذا الموضوع بالذات، لاني بده شغل كثير وبده تركيز كثير، فانا حتى عم اشتغل بده يعني كثير قصص حتى نكون نسوي الموضوع، صيغه تكون جماليه حلوه ان شاء الله. تمام، يعني صراحة أستاذ منتصر شيء بكبر القلب اليوم حالة الاستمرارية يلي أنتم فيها ضمن مؤسسة شهيق زفير ونشاطاتكم العديدة، شكرا لكم، شكرا لهي الاستمرارية، لأنه اليوم يمكن بعض المؤسسات أو الجمعيات الخيرية ما تستمر بتقديم هذا الدعم، لكن أنتم دائما موجودين، دائما عم تدعموا هدول الفئة من الأطفال، مشكورة جهودكم. أكيد، ونحن ناطرين لحتى نشوف أجمل اللوحات المرسومة ويلي رح تزين حيطان مدينة حلب. شكرا لك أستاذ منتصر. أما هلأ مشاهدينا رح ننتقل بمحطتنا الأخيرة إلى مدينة دير الزور، واللي رح تكون فيها احتفالية أقامتها الجمعية السورية لعلاج سرطان الأطفال ورعايتهم، أكيد بمناسبة مضي عام على افتتاح مركز الأمل الطبي. رح نتابع كمان تفاصيل أوفى وصور ضمن التقرير التالي. فعالية احتفالية أقامتها الجمعية السورية لعلاج سرطان الأطفال ورعايتهم بمناسبة مضي عام على افتتاح مركز الأمل الطبي بدير الزور. اليوم نحتفل بمرور عام على افتتاح هذا المركز، وبالمناسبة هو المركز الوحيد بهذه المحافظة
يقدم الجرعات السرطانية لمرضى الأطفال، طبعا باستثناء من مديرية الشؤون الاجتماعية نقوم بتقديم العلاج السرطاني للمرضى البالغين. بلغ عدد مرضانا حوالي 148 مريض بالغ، حوالي 34 طفل. نقوم بتقديم المشورة الورمية والجراحية بشكل يومي، إضافة إلى تسريب الجرعات بشكل منتظم خلال أيام الأسبوع. عمل المركز يتطور بشكل متسارع من خلال الداعمين والجهات الراعية لهذا المشروع. نأمل بالأيام القادمة نجاح هذا المشروع وتطوره وإضافة الجرعات الشعاعية والجراحية لاحقا. نحن هنا بمركز الأمل نقدم برامج ترفيهية ونشاطات للأطفال إضافة للبرامج الطبية طبعا، ونقدم الدعم للكبار. حاليا اليوم احنا نحتفل بمرور عام على افتتاح مركز الأمل للأورام، ونقدم حاليا نشاط ترفيه للأطفال. بدأت بالعلاج منذ سنتين أو ما يقاربها، والحمد لله بفضل الله تم علاجي، وكان الكادر الجمعية السورية لعلاج السرطان دور كبير، وأتوجه بالشكر لجميع من ساندني وكان بجانبي. فتح المركز خفف أعباء السفر علينا والنقل والمواصلات، وقدم كافة الخدمات من التحاليل والإجراءات الطبية. تأتي أهمية مركز الأمل الطبي كونه المركز الوحيد الذي يقدم خدماته لمرضى السرطان في المحافظة. فراحيم الظلي، الإخبارية السورية، دير الزور. أما هلا مشاهدينا فوصلنا معكم لختام مشوارنا الصباحي، شكرا لك يا عفاف، وأكيد شكرا للمخرج حسين الخطيب والمعد رامي بداوي، وأكيد المصورين وجميع كادر صباحنا غير. لا تنسوا تتابعونا بكرة بنفس التوقيت، ومن هلا لبكرة ضلوا بخير. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة وأنه رافقتونا مشوارنا الصباحي، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا وكانت فقرة حلوة عند الصباح. إن شاء الله كنا خفاف، فبدي أتمنى لكم بقية نهار حلو تحمل معه كثير من الشغلات الحلوة وكثير من الخير ورزقة وكمان الدفى لقلوبكم. كونوا بخير من هون لبكرة لبعد بكرة، وكل يوم إن كنتوا لحالكم أو برفقة الناس يلي بتحبوها. باي باي.